منشأة ضخمة مظلمة بلا أبواب، وتحت الأرض هي قارة، السجن الشهير في مكناس، والذي تحوم حوله أساطير وقصص كثيرة تعكس غرابية المكان. إليكم معلومات عن واحد من أغرب السجون في العالم، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن 17 وبداية القرن 18، وتحديدا إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل. وانشأ سجن قارة في عهد السلطان مولاي إسماعيل خلال الفترة ما بين أواخر القرن 17 وبداية القرن 18، وهو يوجد في القصبة الإسماعيلية بمكناس قرب قبة السفراء. يمتد سجن قارة إلى مساحات شاسعة تحت الأرض، وتشير مصادر إلى أن شكله عبارة عن متاهة معقدة تتكون من عدة ممرات، حيث أن في كل قاعة عدد من الممرات الذي يؤدي كل منها إلى قاعة أخرى. وفي السياق نفسه تشير عدة مصادر إلى أن التوغل في هذا المكان يعني عدم القدرة على الخروج منه مجددا، وعن مساحته تقول مصادر أنها تعادل مدينة مكناس بأكملها، بينما تذكر مصادر أخرى أنها تكاد تشمل مجموعة مركبات القصور الإسماعيلية. وأغلقت مساحات كبيرة من هذا السجن في عهد الحماية الفرنسية بعد أن سجلت في محاولات استكشافه حوادث كثيرة في صفوف المغامرين والمستكشفين. من الأشياء الغريبة أن هذا السجن لا يتوفر على أبواب رغم ضخامته، إذ تشير العديد من المصادر إلى هذا المعطى، وعن الطريقة التي يمكن بها إدخال السجناء والأسرى إليه ما دام دون أبواب، تقول مصادر أنه يحتوي على فتحات في السقف كان يتم إلقاء السجناء عبرها، كما كان أيضا يتم مدهم بالطعام من خلالها.